السلام عليكم. إيران أشعلت الاشتباكات المسلحة التي تجري بالقرب من الحدود العراقية وتحديدا في الداخل السوري بهجمات جديدة، وهذه الاشتباكات المسلحة التي دخلت على خطها إيران بقوة تحدثت عنها وكالات سورية مهمة مثل وكالة صدى الشرقية والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، والتفاصيل هنا تأتي عن طريق الهجمات والمواقع التي هي طبعا تأتي قريبة باتجاه البوكمال في الداخل السوري باتجاه الميادين، وهذه هي طبعا الأراضي العراقية. وإذا ما اتجهنا إلى الموقع تحديدا الذي هو ذكر في هذه التقارير، وهو طبعا الاشتباكات جاءت بالقرب من مدينة الميادين بشكل خاص. وطبعا هذه المنطقة لمن لا يعرفها، فإن هذا الموقع وهذه القاعدة هي قاعدة حقل العمر النفطية التي يتواجد فيها التحالف الدولي، وهذه هي مدينة الميادين التي تعتبر من مناطق النفوذ المهمة للفصائل المسلحة المقربة من إيران وكذلك للنظام السوري. وبشكل عام هذه المنطقة كلها بأكملها من البصيرة إلى الشحيل إلى الحوائج وكذلك إلى ذيبان، كل هذه المناطق هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الذي جرى بأن فجأة كان هنالك هجوما من قبل الحرس الثوري الإيراني هذه المرة تجاه مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وهذه يجب أن ننتبه، هذه مواقع فيها اشتباكات كبيرة بين قوات سوريا الديمقراطية وأيضا العشائر العربية التي تقوم بعمليات كر وفر ضد قوات سوريا الديمقراطية. بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، فجأة وجه ضربات تجاه مواقع قسد بشكل مباشر، والضربات هي جاءت باتجاه منطقة الطيانة وكذلك منطقة يطلق عليها الشنان، وأيضا في نفس الوقت كانت هنالك انفجارات وانفجار باتجاه منطقة القورية. وبالتالي بعد الضربات التي جاءت من الحرس الثوري الإيراني، قوات سوريا الديمقراطية ردت على الحرس الثوري الإيراني، ولم يتضح كم من القتلى أو كم من الجرحى سقطوا بسبب هذا التراشق وهذه الاشتباكات الخطيرة للغاية. وطبعا أكدت هذه التفاصيل والتقارير بأن كان هنالك تعزيزا لمواقع قوات سوريا الديمقراطية، أرسلوا المزيد من التعزيزات، كان هنالك طيرانا خاصا بالتحالف الدولي بدأ يحلق بشكل مكثف حول هذه المناطق ليروا ما الذي يحدث، وهي طائرات استطلاع طبعا تنظر وترى ما الذي يجري في هذه المنطقة. وأيضا في نفس الوقت كانت هنالك أرتالا للقوات الأمريكية تحدثت عنها الوكالات السورية بأنها كانت تسير بالقرب من منطقة الشحيل بمحاذاة نهر الفرات طبعا، وهذه مسألة مهمة لأن العشائر العربية انسحبت إلى هذه المناطق التي تعتبر غرب نهر الفرات من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المقربة من إيران وكذلك النظام السوري. وهذه الأرتال الأمريكية التابعة للتحالف الدولي تحدثت عنها وكالة صدى الشرقية بعد التقرير الذي تحدثت عنه عن هذه الاشتباكات الخطيرة بين قسد والحرس الثوري الإيراني، وكانوا قد نشروا هذا المقطع لهذه أو هذه الصورة، مقطع سريع للغاية للقوات الأمريكية التي تتحرك في هذه المنطقة تحديدا. وهذا الهجوم هو ليس الهجوم الوحيد الذي يأتي من الجانب الإيراني تجاه قسد، لا أبدا، في اليومين الماضيين كنا أيضا أمام هجوم تحدثت عنه جميع المصادر السورية في الداخل بأنه جاء باتجاه منطقة هجين، وهي منطقة يسيطر وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. الذي قام بالهجوم الفصائل المسلحة المقربة من إيران باتجاه مواقع تواجد قوات سوريا الديمقراطية. وأيضا في نفس الوقت نحن نتحدث اليوم عن الاشتباكات التي تأتي بالقرب من مدينة الميادين أيضا باتجاه قوات سوريا الديمقراطية. والمثير أن الهجوم الذي جاء على هجين والذي نتحدث عنه اليوم أيضا بالقرب من الميادين، هي كلها تأتي بشكل تصعيدي ومثير للغاية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي جاء طبعا من سلاح الجو الإسرائيلي تجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في منطقتي طبعا البوكمال وكذلك باتجاه دير الزور. والوكالة الأنباء السورية سانا كانت قد اعترفت بشكل رسمي بالهجمات الإسرائيلية واتهمت إسرائيل بشكل مباشر بالقيام بهذه الهجمات، لا بل إنها أيضا وثقت صورا من الأضرار من الضربات الإسرائيلية، وهذه واحدة من الصور التي تم الحديث بشكل واضح بأنها في قرية الهري التي تأتي من ضمن مدينة البوكمال
المحاولة الحدودية مع العراق، وأوضح طبعا وواضح جدا من الصور العديد من الملامح والمعالم التي ممكن من خلالها أن نصل إلى هذا الموقع بالضبط. ستلاحظ بأننا أمام جامع إلى اليمين على الشارع مباشرة، وهذه نقطة مهمة يجب أن نبحث عنها لنتعرف على هذا الجسر الذي ضرب من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. تلاحظ بأن مبنى صغير يأتي بالقرب من الجامع، وأيضا هنالك مسافة حتى نصل إلى هذا المبنى بهيكله المميز طبعا، وواضح المحال موجودة هنا، وبعدها بمسافة بسيطة واضح بأن الجسر يأتي بهذا الموقع. بالتالي بالبحث عن الجامع أولا على الشارع هي مسألة مهمة، هو شارع واحد فقط الذي يتجه في ألبو كمال طبعا، يأتي من القائم إلى ألبو كمال، وهو الشارع العام بحسب ما وصف طبعا من هذا الموقع. بالتالي هذه هي ألبو كمال، هنا العراق، عندما تسير بالطريق الذي يأتي مباشرة من العراق إلى ألبو كمال ستجد الموقع في قرية الهري هنا، وهذا هو الجامع على الشارع العام. نتجه إلى الشمال قليلا لكي نهبط ونحاول وكأننا أن نكون نحن من قمنا بالتقاط هذه الصورة لهذا الموقع. ستجد الجامع طبعا واضحا، المبنى الصغير الذي بجانبه مسافة، وهذا هو نفس المبنى بنفس الهيكل الذي وجدناه، وبالتالي واضح جدا أن الجسر يقع هنا وضربوه لكي يقطعوا مسألة أو يؤخروا مسألة نقل السلاح المستمرة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران باتجاه مناطق مهمة مثل منطقة الميادين التي تحدثنا عنها، وجزء أيضا من الضربات الإسرائيلية هي جاءت تجاه كتيبة الرادار التابعة لحزب الله اللبناني الموجودة أساسا في دير الزور، وهذه هي دير الزور التي ترونها، وهنا حي هرابش إذا ما اقتربنا منه هذه هي، وهذا هو الجبل المطل على حي هرابش ودير الزور. وبشكل عام الكتيبة التي نتحدث عنها، الكتيبة الرادارية، تأتي هنا، هذا واحد من الرادارات إذا ما عدنا من بالتاريخ قليلا. ستلاحظ الرادار واضحا أمامك، رادار كبير للغاية هو الذي استهدف، والرادار الآخر أيضا الذي استهدف وليس بالبعيد هذا هو الرادار. نأخذ صورة أوضح بالقمر الصناعي الآن، هو واضح تماما لك، وأيضا هنالك رادار آخر يأتي إلى اليمين، وهذا هو الرادار الواضح أمامكم بهذا الشكل. بشكل عام المنطقة الرادارية بأكملها ضربت بشكل كبير، وطبعا هذه تعتبر ضربة كبيرة للفصائل المسلحة المقربة من إيران والنظام السوري، لأنها تعطي سيطرة كبيرة للإسرائيليين، للتحالف الدولي وغيرهم أن يقوموا بالعديد من الهجمات الناجحة والفعالة، ليس فقط باتجاه هذه المناطق وإنما أيضا باتجاه حلب وحتى حمص أيضا في نفس الوقت. وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة مثيرة، ولكن الأمر المهم هنا بأن الاستهدافات عادة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، عندما تستهدفهم إسرائيل يستهدفون مباشرة قواعد القوات الأمريكية، إن كانت قاعدة التنف، إن كانت حقل العمر النفطي، أو قاعدة كونيكوم، يحملون الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الاستهدافات الإسرائيلية، لأنهم يرون أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في مثل هذه الاستهدافات التي تأتي ضدهم. هذه المرة ردة الفعل من الإيرانيين، من الفصائل المسلحة، من الحرس الثوري الإيراني، تستهدف بشكل واضح قوات سوريا الديمقراطية المنشغلة باشتباكات كما تحدثنا مع العشائر العربية، وهذا فيه تطور كبير وخطير. فمنذ الشهر الماضي بدأنا نرى تقاريرا تتحدث بأن إيران تركز على قوات سوريا الديمقراطية، تحدث عن هذا الأمر وتحدثت إيران انترناشنال بأن إيران دخلت بقوة على مسألة ضرب الكرد بشكل عام، والتركيز على قوات سوريا الديمقراطية، لأن الاندبندنت العربية اعتبرت بأن قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من القوات الكردية التي تعتمد عليها القوات الأمريكية أو التحالف الدولي هي جدار أمريكي يجب أن يدمرونه أولا، وبعد ذلك يتجهون لإخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة. وتركيا دخلت على الخط بقوة لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية، وذلك لسبب واضح للغاية. مؤخرا رأينا الهجوم الذي جاء على وزارة الداخلية التركية في أنقرة من قبل حزب العمال الكردستاني، حزب العمال الكردستانية البككة، قالوا نعم نحن من قمنا بهذا الهجوم في أنقرة طبعا على وزارة الداخلية التركية، وبالعكس نشروا صور هؤلاء القتلى طبعا أو الذين نفذوا هذا الهجوم من عناصر البككة على هذا الموقع، والذي تسبب بضجة كبيرة للغاية. طبعا تركيا استنفرت هجماتها على حزب العمال الكردستاني في الداخل العراقي، وكذلك على قوات
سوريا الديمقراطية في سوريا اليوم. على سبيل المثال الهجمات كانت مكثفة من الجانب التركي على قسد، هذه واحدة من المنشآت والبنى التحتية التي ضربتها طبعا لقوات سوريا الديمقراطية. الجانب التركي طبعا هو الذي ضربها بالطائرات المسيرة، وأيضا هنالك ضربات أخرى تلاحظون، هذه كلها اليوم ضربات غير عادية، قتلى وجرحى بين قوات سوريا الديمقراطية بسبب هذه الضربات. وهذا يعود لسبب مهم، أن تركيا قالت بأن عناصر البككة الذين نفذوا الهجوم في أنقرة على وزارة الداخلية التركية، هو جاء التسرب، هؤلاء الذين قاموا بالهجوم هم تسربوا من داخل سوريا، جاءوا من سوريا من مواقع قوات سوريا الديمقراطية لينفذوا هذا الهجوم في الداخل التركي. وفي نفس الوقت أيضا بدأوا يلمحون بشكل واضح عن طريق مسؤول تابع لوزارة الدفاع التركية، صرح بهذا الشكل اليوم بأن تركيا لا نستبعد، وبأن تركيا تفكر في القيام بهجوم وبعملية برية في سوريا تجاه طبعا قوات سوريا الديمقراطية. طبعا بالنسبة لجانب قوات سوريا الديمقراطية قسد، قالوا بأن هذا الكلام الذي تتحدث عنه تركيا ليس صحيحا، وعناصر البككة لم يتسربوا من الداخل السوري إلى تركيا ليقوموا بهذا الهجوم. حتى الجناح الخاص في البككة HPG، هذا الجناح موجود في البككة، قالوا بأن كلام تركيا عن هؤلاء العناصر بأنهم دخلوا من سوريا إلى أنقرة ليقوموا بهذا الهجوم هو أيضا غير صحيح. ولكن بالنسبة لتركيا المسألة أصبحت خطيرة للغاية، وبدأوا يفكرون جديا في القيام بشيء كبير للغاية، والقيام هنا بعملية على هذه المناطق التي تأتي باللون الأصفر التي ترونها، والتي هي لا زالت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية هنا في عين العرب، كوباني على سبيل المثال، أو حتى باتجاه القامشلي، هم موجودين في هذه المناطق. وبالتالي القوات التركية وتركيا ما تتحدث عنه هو أنهم يجب أن يهاجموا القوات الموجودة لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق، وأن يدخلوا لهذه المناطق ليقوموا بتأمينها، كما هذه المناطق التي ترونها هنا، لإغلاق الحدود بالكامل على قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي الحزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية لن يتمكنوا من تحقيق أي هجوم في المستقبل طبعا على العمق التركي أو التسلل إلى العمق التركي، ومن ثم القيام بعمليات كبيرة مثل العملية التي رأيناها في أنقرة مؤخرا. وهنا النقطة الأساسية، بين قوات سوريا الديمقراطية فجأة أصبحت تحت النار وتحت الضغط من العديد من الأطراف. واحدة من الأطراف طبعا تحدثنا عن تركيا الآن تضغط عليهم بشكل كبير وتفكر بالقيام بمثل هذه العملية، وأيضا في نفس الوقت أن قوات سوريا الديمقراطية تحت نار الهجمات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وأيضا العشائر العربية من جهة أخرى. النظام السوري بحسب كل هذه التقارير أيضا مشترك، وكانت هنالك أكثر من عملية تسلل جاءت من الميادين ومن دير الزور، الميادين تحديدا كانت هنالك العديد من الاشتباكات المرتبطة بهذا الأمر. وهذه مسألة مفيدة للغاية طبعا لإيران أولا، وثانيا لروسيا بشكل عام، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو هي المتضرر الوحيد. قوات التحالف الدولي ليست بالقوات الكبيرة الموجودة هنا، وإن الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من كل هذه الجبهات طبعا يفتح النار على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تكون مضطرة إذا ما ضعف وضعفت قوات سوريا الديمقراطية، أما لزيادة عديد قواتها أو الانسحاب بالكامل من هذه المنطقة. وهذه خطة أساسية، واضح جدا كل هذه الأطراف متعاونة عليها لمصالحها الخاصة لإخراج القوات الأمريكية، كما رأينا في العديد من التقارير الغربية الدقيقة حول هذه المسألة.